جزيلا للضيوف اللي جاوا معنا ولكي شخص بيعمل تصريح في الجريمه. وانا شفت اليوم في بعض التعليقات يبدو لي وانها اول مره في العالم الشهيد يقتل مرتين. لم يسبق في تاريخ قضاء تونس العسكري ان وصلنا الى هذه الدرجه من الرداءه في الاحكام. بالنسبه لي انا كما قلت في البدايه هذه جريمه لا فقط مهزله قضائيه، هذه جريمه ارتكبت في حق الشهداء قتلهم مرتين. عندي سؤال باش نتساءلوا انا وباش نخلي لكم تجاوبوا عليه. يا هل ترى المحكمه العسكريه، هيئه المحكمه، هي غبيه بهذه الدرجه باش تصدر حكم مثل هذا بعد ما قامت بهالاعمال هذه كلها؟ هي غبية بهذه الدرجة باش تصدر تحكم بهذه الطريقة؟ هيئة المحكمة هي الحلقة الأخيرة في تحديد المسؤوليات. من وراء، شكون الأيادي الخفية اللي وراء المحكمة التي خططت ودبرت وضغطت والمحكمة نفذت؟ شكون وراها؟ سؤال يبقى مطروح. ثم مقترحات معناها جدية باش نقدموها، ما نبيعوش أوهام مرة أخرى لأهالي الشهداء والحنطور. إذا ثم وعود باش تتقدم وإذا ثم إجراءات يلزم تكون إجراءات ناجعة. أنا نحب نوجه له أكثر ملف محتاج ليه المجتمع المدني هو ملف شهداء وجرحى الثورة. ورانا إذا خسرنا ملف شهداء وجرحى الثورة أروى خسرنا يعني أهم ملف وطني في تونس. الحكم هذا يعتبر جريمة في حق القضاء قبل ما يعتبر جريمة في حق عائلة الشهداء ودم الشهداء. لأن القضاء اليوم يصدر حكم كهذا بعنوان إفلات من العقاب، يعني جريمة بالحق في حق الشعب التونسي. ونحب أقول إن الشعب التونسي ما يرفع رأسه إلا برد الاعتبار لدم الشهيد. إحنا قدمنا تقرير فيه مرافعة لمدة 8 ساعات، تقرير فيه جميع الأدلة وفجيه فيه جميع البراهين، وقدمنا كل المعطيات اللي تهم الملف واللي تدين كل القيادات الأمنية وكل القيادات الميدانية والأمنيين اللي أطلقوا النار. وعلى هذا الأساس بينا من خلال الأحكام التحذيرية اللي قامت بها المحكمة ومن خلال بعض القضايا اللي كانت منشورة وتعهدنا احنا في القيام والترافع فيها، وبينا ان الناس هذه المتورطة. الحكم اللي صدر على المحكمة العسكرية صحيح كارثة زلزال، لكن حسب اعتقادي شارك فيه الشعب التونسي كل، لانه بفضل دمائهم وبفضل جراحهم النخب من نخبة جميع القطاعات في تونس، جميع الطبقات الاجتماعية في تونس تحلت طالبت بحقوقها سواء المادية وإلى معنوية، اللي عمل نقابات واللي طالب باتحادات والمؤسسة الأمنية بحد ذاتها اللي دمروا أبنائنا واللي دمروا عائلاتنا، عملوا النقابات الأمنية فضل دمائهم، طالبوا بحقوقهم فضل دمائهم. من بعد شلقينا، لقينا الناس الكل عبرت على أراها، الناس الكل اختربت بحقوقها، الناس الكل خذت تعويضات حتى مدى 20 سنة و50 سنة لتالي. لكن بعد لقينا وروحنا وحدنا في المحكمة العسكرية نرفعوا وحدنا، لقينا أنفسنا بعض المحامين اللي تطوروا ومش مزيان باش يتطوروا، يتهمونا خذينا فلوس، ربي يشهد نحن ما خذيناش فلوس. وبعض العائلات اللي نجيو لهم على خيمة باش يقعدوا فيها باش ما ننساوش التاريخ. أنا أقول اليوم راهي المسألة مسألة صدق. أما أنك تتبنى قضية وتكون صادق مع نفسك وتواصل فيها، وأما أنا أقول هالثورة، هذه ثورة راهي أم الشهيد ثكلة ورانا أمهات، وراهو حزنهم وألمهم ما يمسحوا لهم حد شيء، وما يحبوش فلوس، ونا في المحكمة العسكرية ونعاودوها اليوم، وسنبقى نطالب بالمحاسبة لا للإفلات من العقاب. ونحب نقول للمحكمة العسكرية ولرئيس الدائرة، وإن شاء الله يسمعني، إذا كانت نجم ترقد وتحط راسك على المخدة وترقد
لك بذلك، لأنهم هما صحيح خرجتهم من السجون وفلتهم العقاب، لكن دماء شهدائنا وأبطالنا ونقولها وأنا صادقة، اللي هبطوا الكياس بصدور عالية وأصوات عالية وقالوا التشغيل استحقاق يا عصابة الصغير، وقالوا الكرامة قبل الخبز، أذيك دماءهم وجراحهم وألامهم في رقبتكم يقظة. قتلت شهيدي هشام الحيدي شهرين صرصي، أو قاتل شهيدي هشام الحيدي، قاتل الشهيد أحمد أمين القرامي شهيد المؤسسة السجنية بعد ما كان 5 سنوات سجن في الطور الابتدائي، في الطور الاستنافي المحكمة تتجرأ ولا فقط على الحق من العقاب وتبديله بعقاب مؤجل التنفيذ معناه صرصي بعامين، إنما غيرت حتى التكييف القانوني، كان قتل عمد خلال 5 أطوار ولا قتل على وجه الخطأ في الطور الأخير بتاع الاستناف. الوثيقة الأولى تبين لكم بما لا يدع مجال شك، تلتقاو فيها ماهر واحد وماهر اثنين أحطوه علما بالتحركات هذه، سمار واحد رفيق الحاج قاسم، سمار اثنين سعادة الكبير مدير عام الأمن الوطني، أحطوه علما بأن هناك حملة أو هناك تحركات ما عادش تشد جملة في تراب تونس الكل. الوثيقة الثانية اللي نشوفوها اللي هي بتاع سي نزهر سي نجيب هكا سي نجيب الضاوي، واللي ما عرفش سي نجيب الضاوي تلقاه بالصفة بتاعه في الوثيقة اللي بعدها هو عقيد مكلف برئاسة الإدارة الفرعية لخدمات إعلامية بإدارة العمليات الفنية بالإدارة العامة للمصالح الفنية. تلقاه خطاب ما بين متلقي من القصر الإدارة العامة بتاع الأمن الرئاسي ومخاطب ويبدو أنه عون أمن حسب هذه الوثيقة راهو رسمية، وقامت بها الإدارة العامة للأبحاث والتفتيش بالعوانة وزارة الداخلية ماهيش بتاعي. قاعدين يحكيوا على شهيد سقط في المرسى المخاطب أها وتضرب بالكرتوش وواحد عينه خرجت وهزته طول أمبيلانس المتلقي مواطن تيت أو كتقاوى كلمة غادي. جبنا وثيقة تبين اللي الإدارة العامة لأمر رئيس الدولة عندها منظورين على الميدان، والأكثر من ذلك وكان تلاحظوا النقطة الوطنية بالكل أكثر من ذلك، وأنواع الجميع في الميدان بمختلف تخصصاتهم، تدخل أمن عمومي إرشاد أمن سياحي اللي تحبوا أنتوما. والله وثائق تنطق، وثائق يا رسول الله تنطق، خير القضاء العسكري أن يعطي لها بظهره